تواصلنا مستمر مشاهدينا الكرام، والانطلاقات مستمرة على بركة الله. ينطلق ثالث الأشواط وأول الأشواط القعدان للإذاعة المحليات الأصايل لهجن أصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل فباب المشاركة مفتوح. المسافة من خلال هذا التحدي هي 5 كيلومترات الحاضرة في هذا المسار الرائع وفي هذا التحدي الرائع. نبدأ مع البداية ونتابع صدارة هذا الشوط من ينطلق مع البداية النصر على الصدارة سالم بن راشد بن سرداح الاكتبي من يقدم لنا البداية الأولى، ولكن يتقدم على الصدارة. التغيير من سراب يتسرب مع المقدمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. سعيد بن سالم الينيبي يقدمه في عملية التضمير والتدريب والنصر على المركز الثاني. سالم بن راشد بن سرداح الاكتبي مع المركز الثاني والمركز الثالث. ثالث المراكز هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد. محمد بن سعيد بن بروك الحميري يتقدم على ثالث المراكز والمركز الثالث. المركز الرابع هنا رابع المراكز هيمان حمدان بن عبد الله بن عيد المنصوري مع المركز الرابع والمركز الخامس. خامس المراكز ماي خاف يا سلام علي عبيد بن علي بن رشيد الكتبي يقدم لنا ماي خاف في هذا التحدي الرائع على المركز الخامس والمركز السادس. سادس المراكز هناك شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. سيف بن احمد بوخريده يقدم في عمليه التضمير والتدريب والقادم من الجانب الاخر. هناك مياس لسمو الشيخ احمد بن سعيد النعيمي فايز بن غفان اليابري يقدم في عمليه التضمير والتدريب والقادم. هناك ايضا القادم في هذه اللحظات من الجانب الاخر. هناك ايضا قادم بكل قوة وقادم في هذا المسار الرائع يا سلام يتسلل من مركز الى مركز شاهين لسمو الشيخ مايد بن سلطان القاسمي. هناك في عملية تضمير سالم بن علي المسافري يقدم في عملية التضمير والتدريب. يا سلام يا سلام يا سلام القعدان الإذاعة المحليات الأصايل. نعود مشاهدينا الكرام، نعود مع الصدارة، نعود مع الانطلاقة الأولى، نعود مع التحدي الأول. هناك البداية سراب على الصدارة وعلى الانطلاق الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. سعيد بن سالم آلي نيبي من يقدم لنا البداية الأولى والصدارة والانطلاق الأول. النصر مع المركز الثاني. سالم بن راشد بن سرداح الاكتبي على المركز الثاني والمركز الثالث. ثالث المراكز هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد. محمد بن سعيد بن بروك الحميري على المركز الثالث والمركز الرابع. رابع المراكز هيمان حمدان بن عبد الله بن عيد المنصوري مع المركز الرابع والمركز الخامس. خامس المراكز ما يخاف عبيد بن علي بن رشيد الكتبي يتقدم على المركز هناك يتقدم على المركز الخامس. هكذا الخماسية الماسية التي تتواصل في هذا التحدي تتواصل من خلال هذه الانطلاقة خماسية والأروع على البداية. ولكن نتابع سادس المراكز. هناك شاهين وصل ناصر بن سلطان لسمو الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي. سالم بن علي المسافري يقدمه في عملية تضمير وتدريب على المركز السادس والمركز السابع. سابع المراكز هناك مياس لسمو الشيخ أحمد بن سعيد النعيمي فايز بن غفان اليابري. هناك الطبيب الشعبي يقدم لنا هذه الانطلاقة مع المركز السابع. يا سلام يا سلام سابع المراكز والمركز الثامن. ثامن المراكز هناك القادم الباز نواب بن نوح بن احمد البلوشي قادم في هذا التحدي الرائع. هكذا الاسماء الواضحة مشاهدينا الكرام من خلال هذا المسار. ولكن نعود مع هملول اللي غير الصدارة، هملول اللي غير الانطلاقة الاولى. هناك مع البداية مع الصدارة مع الانطلاق الاول.
البداية هملول والصدارة هملول هناك لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد، هناك محمد بن سعيد بن بروك الحميري يقدم في عملية التضمير والتدريب على البداية الأولى وعلى الانطلاقة الأولى. هناك المركز الثاني، ثانية المراكز سراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، هناك سعيد بن سالم الإنيبي، تيار الوثمة مع هيمان، حمدان بن عبد الله بن عيد المنصوري مع المركز الثالث، والمركز الرابع رابع المراكز ما يخاف عبيد بن علي بن رشيد الكتبي يقدم لنا ما يخاف على المركز الرابع، والمركز الخامس خامس المراكز. هناك ايضا القادم في هذه اللحظات، هناك ايضا قادم شاهي، ايضا قادم مستحيل، يا سلام سيب بن هلال بن هلال العليلي قادم، وبن صندل هناك قادم مع شاهين احمد بن عبيد بن راشد بن صندل يتقدم مع شاهين في هذا التحدي الرائع. ولكن نعود مع البداية، هملول على الصدارة لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد، محمد بن سعيد بن بروك الحميري، يلا يا بن بروك يلا يا بن بروك. هناك مختار ايضا يراقب الموقف، يراقب الموقف من هناك من خلال انطلاقة هيمان على المركز الثاني، حمدان بن عبد الله بن عيد المنصوري مع طيار الوثبة هناك على الثاني المراكز، والمركز الثالث هذا هو ما يخاف عبيد بن علي بن رشيد الكتبي مع المركز الثالث. ولكن هملول، هملول مع لوحة الكيلو متر الأخير، انطلق هملول، انطلق هملول، روح مع الصدارة، روح مع الانطلاق الأول هملول. هناك لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد، محمد بن سعيد بن بروك الحميري، ولكن طيار الوثبة، طيار الوثبة يبي يطير بالنقطة الثانية في هذا التحدي الرائع من خلال هيمان، هيمان على الصدارة، هيمان على الانطلاق. هناك حمدان بن عبد الله بن عيد المنصوري يقدم لنا الصدارة، الله الله، شكرا يا مختار، شكرا يا مختار، من اختار ايضا المنافسة الرائعة في هذا التحدي الرائع، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. خلاص يا مختار لا تقول له شيء، لا تقول له شيء، خلاص خلاص طاير بناموس هذا الشوط مع طيار الوثبة، مع طيار الوثبة، تهانينا والناموس حمدان بن عبد الله بن عيد المنصوري على هذا الفوز والانتصار، هيمان بالمركز الأول وبصدارة هذا الشوط، سلام الوثبة سلام للمرة الثانية على التوالي بدون منافس بدون منازع على الإطلاق، تهانينا والناموس. وشكرا يا مختار، شكرا يا مختار على هذا التضمير المتميز لهيمان، لهيمان ومياسه، مياسه أيضا النقطة الثانية، سلام طيار الوثبة، سلام للوثبة سلام، تهانينا والناموس. خلاص يا مختار خلاص لا تقول له شيء، تهانينا والناموس لمالك هيمان حمدان بن عبد الله بن عيد المنصوري على هذا الفوز والانتصار، عرض مميز أداء مميز لهيمان، تهانينا والناموس. شكرا يا مختار. المركز الثاني هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد، المركز الثالث مستحيل سيب بن هلال بن هلال العليلي، المركز الرابع ما يخاف عبيد بن علي بن رشيد الكتبي، المركز الخامس كان فيه أيضا سراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم هناك على خامس المراكز. هكذا النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة، 7:45 هو التوقيت أيضا هيمان، تهانينا والناموس وشكرا يا مختار على هذه الإبداعات المتميزة. Yeah.